مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع مباشر من مصر، معكم محمود حسن صحفي الموقع من محافظة سوهاج. أحمد رفعت جديد في سوهاج، نادي المراغة يهدد لاعب كرة قدم بالفريق، يا تلعب معانا يا تقعد في البيت. تفاصيل واعترافات كبيرة جدا لمصطفى فراج لحضراتكم أمامكم، لاعب نادي المراغة لوقائع كتيرة في المنظومة بمحافظة سوهاج. خلينا ناخد التفاصيل والاعترافات كاملة من مصطفى نفسه. كابتن مصطفى فريق، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ محمود. باختصار انا هحكي اللي حصل معايا في نادي المراغه بدايه من الموسم الماضي. الموسم الماضي 2023 تم التعاقد معايا كمدرب في قطاع ناشئين نادي المراغه الرياضي. اشتغلت في نادي المراغه لمده شهرين، شاركت في تكوين قطاع الناشئين، وكان الشغل في نادي المراغه مجاني بدون اي مقابل. وبعد تكوين قطاع الناشئين عرض عليا رئيس مجلس الاداره والجهاز الفني ورئيس قطاع الناشئين ان انا امضي العب مع الفريق الاول لاحتياج الفريق الاول لمهاجم. فاتفقنا على تعاقد لمده موسم واحد بس مع النادي، ومقابل كده انا وافقت باقل عقد الفرقه. بعد بدايه الموسم الحمد لله كانت بدايه موفقه لينا، وسافرنا برضو معسكر اعداد في اسكندريه، والحمد لله رجعنا من اسكندرية كنت رقم واحد في الفريق، وكنت أساسي في جميع المباريات، وكنت هداف الفريق فترة الإعداد. بداية الموسم ما كانتش أفضل حاجة في المباريات، حصل شوية ضربات معانا في المباريات الأولى وحصلت نتائج مش كويسة، فتمت إقالة الجهاز الفني كان كابتن محمود خفاجي. فنفسيا الواحد ما كانش مبسوط باللي كان بيحصل، فحاولت إن أنا أتكلم مع الإدارة إن أنا مش مرتاح في النادي وإن أنا مش حابب أكمل. فطبعا الاداره قالت الوضع والظروف ما يسمحش، لازم تكمل معانا الموسم. قلت خلاص تمام، ما فيش مشاكل، هنكمل ان شاء الله باذن الله الموسم، بس انا نفسيا مش مرتاح في قطاع الناشئين برضه، فبالتالي هسيب قطاع الناشئين. ففعلا الجهاز الفني قطاع الناشئين ورئاسه القضاء برضه للدكتور شريف سعد سيبنا قطاع الناشئين وكملت معاهم الفريق الاول، والحمد لله قدرنا بعد كرم ربنا ان احنا نحافظ على نادي المراغه ونخليه يفضل في نادي دوري الدرجه الثالثه وما يهبطش الدرجه الرابعه. وانا واحد من الناس انا كنت بحاول ان انا اكلم لعيبه تيجي تلعب معانا بين الدورين عشان خاطر نقدر نساعد النادي ان احنا نفضل وما نهبطش. بعد انتهاء الموسم اتواصل معايا الجهاز الفني الجديد للموسم السنه دي، كان كابتن حسن خيري وكابتن خالد ابراهيم. كابتن خالد برضو كان هو المدير الفني لينا في الدور الثاني الموسم الماضي. تواصلوا معايا مصطفى احنا محتاجين، قلت لهم يا جماعه انا الموسم بتاعي انتهى، فبالتالي انا فري، فانا يحقلي ان انا امضي في اي نادي. فقالوا طب احنا محتاجين وبتاع نتفق معاك ونقعد معاك والكلام ده كله، فانا قعدت معاهم فما اتفقناش على المقابل المادي، حصل اختلاف على المقابل المادي. فقلت لهم خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق، وانا اكلم مجلس الاداره عشان خاطر انا واخد وعد ومتفق اتفاق ان انا موسم واحد بس وهمشي. فتقال لي بنفس اللفظ من المدير الفني، قال لي فيش حاجه في الكوره اسمها كلمه، تمام، انت بتتعامل ليه اكنك فري؟ لا احنا هنسجلك قائمه اولى. قلت له يا كابتن اسمها كلمه. اتقالت لي بنفس اللفظ من الكابتن خالد ابراهيم. يمكن شفنا ده في وقائع كتيره جدا، منها احمد رفعت زي ما ذكرنا لحضراتكم متابعينا الكرام، متابعي مباشر من مصر. مصطفى فراج بيحكي وقائع في منظومه كره القدم في محافظه سوهاج وبالتحديد نادي المراغه. كمل. بعد ما خلصنا لجانا مع بعض يعني والكلام ده كله، فكلمت مجلس الاداره، اتواصلت مع الحاج خالد ان انا بعد اذنك انا حابب ان انا امشي واخد الوعد اللي انت حضرتك وعدتني بيه. ففي البدايه قال لي هشوف الجهاز الفني وارد عليك. الحاج خالد مشكورا كلم الجهاز الفني وكلم معايا ان انا اسدد رسوم الاستبدال للاعبين القسم الثالث، كان قيمتها 2500 جنيه تمام، وبرغم ان انا اصلا المفروض ان انا ما ادفعش اي حاجه لان انا متفق على سنه واحده بس، برغم من كده اتصرفت في المبلغ وبعته واخدت استغناء وخلاص، اخدت وعد ان انا انزل من على السيستم وامشي. اتفاجئت تاني يوم بمكالمه، تمام، الحاج خالد بيقول لي الجهاز الفني رفض ان مصطفى يمشي، وانت مش هتمشي من الفريق وهتكمل معاهم، وانزل اقعد مع الجهاز الفني هيتكلموا معاك تاني في تعاقد. لكن ككابتن مصطفى حضرتك شايفك زعلان جدا حزين، يعني يمكن قصه احمد رفعت بنشوفها حضراتكم من تاني. للاسف الواحد حرفيا ليه 10 ايام تقريبا يعني في خانقه ومشاكل بسبب الموضوع ده، لان انا حرفيا سايب شغلي وسايب اكل عيشي وسايب كل حاجه عشان خاطر عايز اخلص من الموضوع ده، سواء اذا كنت هكمل او اذا كنت همشي من نادي المراغه. لان انا لما اتكلموا معايا في اكتر من مره قلت لهم خلاص يا جماعه نقعد ونتفق على التعاقد، بس اخد التعاقد اللي يرضيني.
فاتكلمت معاهم فرفضوا، واتقال لي برضو تاني بنفس اللفظ من الكابتن خالد، قال لي ما فيش حاجه في الكوره اسمها كلمه، ما فيش حاجه في الكوره ان انت تمشي من النادي. تمام، لو حابب تمشي من النادي ادفع 10,000 جنيه وامشي. طب انا ادفع 10,000 جنيه ليه؟ ادفع 10,000 جنيه ليه؟ دي حاجة. تاني حاجة اتكلم معايا ان هو عايز يلعبني معاه الموسم ده بمقابل مادي شهر واحد بس، مرتب شهر بدون مقدم تعاقد. طب هل ده ينفع؟ انا راجل لاعب كرة مش موظف، انا ازاي تتعاقد معايا براتب شهري بدون مقدم تعاقد؟ لما قعدت برضه مع كابتن منتصر امين الصندوق بيقول لي انا لو اديتك المقدم بتاعك همضيك على وصل امانه، انت مضيني ليه على وصل امانه؟ هو انا حرامي هاخد الفلوس وهاجري مثلا، هاخد الفلوس وهمشي؟ فلما قال لي كده قلت له لا خلاص انا مش عايز مقدم تعاقد ومش عايز اكمل في نادي المراغه لان انا مش مرتاح نفسيا معاكم وانا حابب ان انا امشي. فبرضه وصلني كلام النادي المراغه بيتكلم بيقول ما دام مصطفى مش هيكمل احنا هنخليه يكمل في نادي المراغه غصب عنه ومش هيمشي حتى لو هيقعد يتسجل 20 سنه. بالتالي انت نفسيتك زادت سوء اكتر من انا حرفيا ليا اكتر من 10 ايام مخنوق جدا بحاول ادخل اي حد عشان يحل الموضوع. اكتر من مره استحملت واصبرت واستكت عشان خاطر حد يحاول يحل الموضوع بشكل ودي، للاسف رفض كل الناس رفضت ان حد يحل الموضوع. فانا حاليا بطالب السيد وزير الشباب والرياضه والحاج خالد، ابو الدهب رئيس النادي، والحاج محمد ابو لطف عضو اتحاد الكوره، انا مش قادر اكمل في نادي المراغ، انا حابب ان انا امشي. طلبت مني مبلغ معين، انا دفعت المبلغ ده وكنت في انتظار ان انا امشي. حابين برضو ان انا ادفع اي مقابل ان انا امشي من النادي، انا عايز امشي من النادي باي طريقه وباي شكل، حتى لو هدفع فلوس من جيبي ان انا امشي من النادي، لان انا مش مرتاح نفسيا في النادي. كابتن مصطفى، انت بطريقتك دي او سوء حالتك النفسيه اللي انا شايفها وملاحظها وجميع مشاهدي مباشر من مصر من شايفينها، مش هتقدر تلعب، مش هتقدر تجيب جول. ما انا تايت خلي نادي المراغه فوق. انا اتقالت لي تلعب في نادي المراغه تقعد في البيت، فانا اقول للمسؤولين في نادي المراغه انا لو لعبت في نادي المراغه السنه دي انا اقعد في البيت احسن لي، كفايه ان انا هبقى مرتاح نفسيا لان انا مش هنزل ولا اشارك في نادي المراغه. انا خلاص بالنسبه لي اكتفيت في نادي المراغه وعايز امشي من نادي المراغه باي شكل وباي طريقه. كابتن مصطفى، يعني يمكن انت استمريت معاهم كم موسم؟ انا لعبت معاهم موسم واحد بس اللي هو السنه اللي فاتت. هل لمست او شفت وقائع زي كده حصلت مع لاعبين دي قبل كده؟ يعني هل في المنظومه بالفعل هل في وقائع زي كده ولا لا؟ هو للاسف الكلام ده ما بيحصلش معانا بس، لان في مشاكل برضه حاصله في قطاع ناشئين نادي المراغه وبالاخص مع لعيبه من ابناء اكاديميتي اللي انا اصلا وديتهم قطاع الناشئين. حاليا في لعيبه برضه في قطاع الناشئين رافضين ان هم يمشوهم لمجرد بس انهم كانوا لعيبه عند الكابتن مصطفى هو اللي جابهم للنادي. وعندي كلام يثبت الكلام ده وهو ايقاف للعيبه بعينهم في فريق قطاع ناشئين. طب انت كقطاع ناشئين ازاي توقف لعيبه وفي ناس هتمسجلهم؟ خلاص انت مش محتاج اللعيبه دي معاك مشيهم. وادي جواب من النادي. يثبت ان قطاع الناشئين عايز يأذي لاعب عنده 14 15 سنه لسه في بدايه حياته الكرويه لمجرد بس ان هو ابن من ابناء اكاديميه الكابتن مصطفى، وان هو جه يطلع النادي المراغه عن طريق الكابتن مصطفى. كابتن مصطفى، الواقعه دي شايفها تنتهي ازاي؟ والله انا متعشم خير في ناس كتير متدخلت في الموضوع، واتكلمت مع منطقه السواج لكره القدم مع الكابتن اشرف، والكابتن اشرف اتكلم معايا ان انا اقدم شكوى رسميه في اتحاد الكوره، وانا بالفعل هعمل كده، هقدم شكوى رسميه في اتحاد الكوره وان شاء الله باذن الله اتمنى ان الموضوع يتحل بدون اي مشاكل، لان الموضوع لو ما اتحلش انا مش هكمل كوره ومش هلعب كوره في نادي المراغه السنه دي، والسنه دي هقعد في البيت. تابعين الكرام متابعي وموقع مباشر من مصر، يمكن شفنا تفاصيل واعترافات كبيره داخل منظومه كره القدم داخل نادي المراغه لحد قول كابتن مصطفى فراج لاعب نادي المراغه، واللي اتعرض لي من حاله نفسيه وسوء حاله نفسيه. يمكن شايفين نبره الصوت دي ما تطمنش، نبره الصوت دي بتاكد ان في احمد رفعت تاني هنا في سوهاج، احمد رفعت اللي شفناه وعرفنا قصته كامله واللي توفى بسبب سوء حالته النفسيه. كابتن مصطفى فراج امامكم قال التفاصيل والاعترافات اللي قريبه جدا من احمد رفعت. متابعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعه، كنت معكم من هنا محافظه سوهاج محمود حسن، الى اللقاء.